في حادثة بشعة جدا حصلت في جامعة العريش من أسبوع. بنت في كلية طب بيطري في سنة أولى اسمها نيرة صلاح انتحرت، خدت جرعة زيادة من حبوب وانتحرت. إيه السبب يا ترى؟ ليه البنت دي انتحرت؟ اللي حصل إنه ليها زميلة تانية اسمها شروق أحمد كمال، على تيك توك اسمها شروق كمال، على انستجرام اسمها شروق أحمد كمال. أبوها بيقال إن هو ضابط في الشرطة، أخوها كمان ضابط في الشرطة أو طالب في كلية شرطة، هي نشرة صورها معاه وهو بالبدلة بتاعت ضباط الشرطة. البنت دي تقريبا اختلفت مع نيرة، اتخانقوا على حاجة مش مفهومة مش معروفة. شهادات زمايلهم كلها بتقول إن شروق أحمد كمال بنت الضابط راحت لواحد زميلها اسمه طه التميلي وقالت له إحنا عايزين نأذي نيرة، فطه اقترح عليها انه تصورها في حمام السكن من غير ما البنت تاخد بالها، وفعلا راحت شروق زميلتها صورت نيرة صلاح في حمام السكن من غير ما تاخد بالها، وبعتت الصور لطه اللي بدأ عملية ابتزاز وعمل تصويت على جروب الدفعة قال لهم تحبوا ننزل الصور او نعمل الحفلة الجمعة ولا السبت. ففي عبارة غريبة قوي اتكتبت، واحدة من البنات تقريبا كتبت ان الشيخة اللي بتصلي بينا في السكن يعني ليها فضيحة كذا وكذا وكذا، واللي بتصلي بينا قيام ومش عارف ايه وبتاع. بدأوا عملية الابتزاز دي ووصلوا الكلام للبنت اللي انتحرت نيرة صلاح، وقالوا لها لو ما دخلتيش اعتذرتي على جروب الدفعة لشروق بنت الضابط وفلانة الفلانية التانية فاحنا هننشر الصور بتاعتك اللي عندنا. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ زمايلها، ولد اسمه طه التميلي والبنت شروق كمال. فدخلت فعلا البنت نيرة على جروب الدفعة، كتبت اعتذار على حاجة هي مش عارفاها أصلا، فقالت إن أنا لو كنت أسأت وغلطت في حق فلانة وفلانة فأنا بعتذر لكم وحقكم عليا. بدأوا الناس على جروب الدفعة يقولوا لها والله كتر خيرك وبتاع. بعدها القصة ما خلصتش، بعدها واضح إنه طه التميلي ده والبنت شروق بنت الضابط دول حبوا الموضوع قوي، فعملوا أكونت فيك على الفيسبوك وفقا لشهادات زمايلهم برضو أو شهادات ولاد الدفعة يعني، وقالوا انه نيرة على علاقة مع شاب اللي هو اكاونت فيك على الفيسبوك ومتجوزة عرفي، وبدأوا يهددوا البنت ان انتي لو ما عملتيش اللي احنا عايزينه احنا هننشر الكلام او المحادثات اللي بينك وبين الشاب ده وهنفضحك. فالبنت ما استحملتش الابتزاز واستحملت القرف ده فانتحرت. هنا القصة خلصت؟ لا ما خلصتش. وكيل الكلية الدكتور حاتم محفوظ بينزل تعميم على كل الطلبة انه ممنوع منعا باتا اي حد يتكلم في الموضوع ده. قصة من أسبوع بدأت تطلع امبارح بالمناسبة، يعني واضح أنه الموضوع كان بيتطرمخ عليه. جامعة العريش نزلت تعزية لأهل نيرة، في رسائل طلعت، رسائل على الواتساب ورسائل ناس بعتها للناس أن والدة نيرة عرفت باللي حصل وشافت تليفونها وعرفت الابتزاز اللي بنتها كانت فيه وقررت أنها تصعد الموضوع وتوصل لأبعد مدى، فتبعت لها رسالة بيتقال أنه يعني ما تعمليش حاجة لأن دي عيلتها ضباط. الأكتر من كده أن هما البنت راحت اشتكت لوكيل الكلية حاتم محفوظ ده وفقا لرسائل وشهادات وسكرين شوتس منشورة قبل ما تنتحر، وقالت له انه بتعرض لابتزاز، فكان الرد ان دي يعني شروق احمد كمال بنت ضابط وهتجيب لنفسك وجع دماغ ففكك من الموضوع ده. السؤال هنا مين المسؤول؟ يعني ما هو في قلة رباية في الموضوع، الولاد مش متربيين ده تمام، لكن هي عشان بنت الضابط فخلاص محدش هيقرب؟ عشان بنت الضابط هتبتز وتوصل بنت انها تنتحر ومحدش هيحاسب؟ هل بنت الضابط شروق احمد كمال هتتحاسب؟ هل السيد طه التميلي ده هيتحاسب ولا يطلع كمان بابا راجل مهم في البلد ومش هيتحاسب؟ اكتبوا عن حق طالبة العريش، اكتبوا عن نيرة صلاح، لان الحوادث البشعة دي المفروض تتوقف. لازم البلد يكون فيها قانون يمشي على اكبر راس في البلد قبل اصغر راس، يمشي على ضباط الشرطة وضباط الجيش قبل ما يمشي على المدنيين. وقول لي رأيك في التعليقات، هل حق نيرة صلاح هيرجع ولا الولاد، الولد والبنت دول هيتقبض عليهم شهرين ثلاثة ويطلعوا بكفالة أو بعفو رئاسي؟